السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي جاكم أيام رمضان الأولى، أنا فاش كنصور مازال يومين لرمضان، إن شاء الله بحول الله لا فيديو ديال اليوم سافايت غادي نهضر لكم على واحد المشروع ديال واحد لا جون فام تبارك الله عليها، بدات غير بشي حاجه قليله وما شاء الله كبرت المشروع ديالها. الهدف من هاد لا فيديو وي غادي نهضر على هاد السيده، وواحد الميساج بغيت ندوزو لي جون فام اللي عاد جاوا مثلا الكيبيك ولا كندا. في حقيقه ليدي ديال ان مثلا غادي تكونوا فام دو فواي، يعني راجلكم مثلا بغاكم تجلسوا في الدار، ولا انتيا مثلا واخا ماشي راجلك غادي تقولي عندي وليدات شوي مونو بارونتال، ولا النصيحه اللي نعطيك مزيانه ليدي ديال المشروع بحال مثلا العيال دابا رمضان كاين اللي كيصوبوا هادشي ديال رمضان الملوي بسطايله، سورتو الا كنتي كتبغي مثلا كيبيعوا الحوايج ديال تركيا، وتقدري كاع واخا ما تكونيش جالسه في الدار اون باراليل ديري هادشي. انا في الحقيقه جو سوي بوغ، انا كو كنت جيت وكو كنت فكرت راه غادي نديرها. من هاد العيالات اللي كيديروا هاد اللي دايرين هاد المشروع ديالهم هي مدام زهيره ما شاء الله، اللي كتبيع دي بيجو كما كتشوفوا. هاد لو سوطوار اللي لابسه، تي بو زومي عليه شويه، هاد لو سوطوار اللي لابسه مع هاد لو براسلي اي لا باغ تبارك الله عند مدام زهيره اللي معروفه بموريال بابري. صافي 4 هي كدير هاد الشيء في دارها مقابله وليداتها، يعني واخا تكون كاع حتى كتخدم، يعني دايره اون بتيت افير اون باراليل. زعما نشجعكم انكم تدخلوا لاباج ديالها فيسبوك لو كونت انستغرام وتشوفوا، راه معروفه بموريال بابري. ان شاء الله راه جي اون اوتر كوموند ديال دوتر براسلي بور كادو غادي نتقاسموا معكم. ودابا السيده الاخرى اللي غادي نمشي عندها ما شاء الله بدات، ما غنقول لكم والو، بدات غير بشويه تبارك الله حتى كبرت المشروع ديالها. صافي ان شاء الله لا سويت ديال لا فيديو، دونك ما تمشيو فين، وما تنساوش انكم تدخلوا عند مدام زهيره موريال بابري. غادي نخلي لكم لي ليان في لا بواط دو ديسكريبسيون. يلا ما تمشيو فين، بقاو معايا ان شاء الله. هاد مدام زهيره اللي هضرت لكم على لي بيجو ديالها واللي معروفه بموريال بابري، لي بيجو ديالها سي اون اسيي انوكسيدابل ولا بلاكيور بريميوم، يعني اللي كانت باغيه يا يعني اما تدخل لاباج ديالها فيسبوك ولا انستغرام باش كوموندي، ولا تقدر ميم تمشي عندها المحل ديالها. بون ماشي المحل ديالها مي شيزيل، راه كاينه اكزاكتومون في لاغونديسمون سان لوغون بيان سور في المدينه ديال موريال قريبه حدا مسجد الروضه. توت لي فاسون لي كوردوني ديالها غادي نخليهم لكم اي كومبري نيميرو التليفون، تقدروا تتصلوا بها مثلا باش تاخذوا ان رونديفو باش تمشيو تقيسوا داكشي اللي باغيين، لان انا عارفه بين كاين شي كاينه زعما با مال دو فام اللي كيبغاو يقيسوا ويشوفوا الحاجه يعني ديريكتومون حسن من لو سيت انستغرام ولا فيسبوك. إذن هاد لا جون دام اللي دايره هاد المشروع ديالها هي مدام مريم ما شاء الله، عندها هاد لا بوتيك اللي معروفه بوتيك السندس فرع لافال، كاينه اكزاكتومون تحت مسجد مركز بلوتو مركز الايمان. الوغ مدام مريم كما كتشوفوا راه لا بوتيك كلها فيه دي فيتمون، فيه كاع داكشي اللي غادي تحتاجوا مثلا لشهر رمضان بحال الصلايات بحال العبايات، غادي نصور لكم من بعد. و او ميم طون بلا لا بوتيك كاين، ماشي او ميم طون زعما في وسط لا بوتيك كاين فرع ديال لا كوافور اي ديال ليستيتيك، غادي نصور لكم جوست ابخي. مدام مريم اللي عندها ان كونت انستغرام اللي معروف بالصالون دو بوتي ميما، راه عندها كونت انستغرام تقدروا تدخلوا تشوفوا سكيل في من لي كوافور وكذلك لي سوان دو فيزاج اللي هذا الفرع الجديد اللي حلات ما شاء الله عليها. انا راه بالتجربه يعني كنتقاسم معكم شي حاجه الا كنت جربتها، كناخذ عندها مره شي حاجه من لي فيتمون، كنت ميم
بوغ فاش كيكون عندي مثلا ان ايفينمون كنجي عندها كذلك كنصوب شعري مثلا كندير ان بتي ماكياج ليجي دونك بالتجربه باش كنتقاسم معكم وسورتو سورتو كاينه في يعني جوست من تحت مركز الايمان ولا بغيتو بلوس دو ديتاي دخلوا لو كونت انستغرام راه هي توت لي فاسون غادي نخلي لكم لي كوردوني وغادي ندير بكم جوله في لا بوتيك ديالها كيسكيا اكزاكتومون سورتو دابا ا لوكازيون دو رمضان شهر رمضان الكريم كما قلت لكم تقدروا تلقاو شحال من حاجه عندها اي او ميم طون اوسي رمضان فاش كتقرب ليل 27 ولا مثلا العيد الصغير راه ضروري غادي نحتاجوا لباس مثلا بلدي نقدروا نبغيو الحنه ميم راه دي فوا كديرها فاش كتقرب ليله القدر الى اخره دونك غادي نخليكم مع التصوير ديال لابوتيك السون دو فرع لافال اللي معروف بالصالون دو بوتي ميما. بوتيك السندس بلافال كيكون حال من تنين حتى للسبت ولكن اللي كانت مثلا انتريسي بلا كوافور ولا بالاستيتيك راه تقدر تتصل بها الا زعما كان عندها مثلا شي سبه نهار الحد راه تقدر تحل انا دي فوا فاش كتكون عندي شي مناسبه كان زعما غير كنعيط لها قبل باش ناخذ رونديفو تقدر تحل لكم زعما ديمانش. وحاجه اخرى هاد لابوتيك هادي الملابس اللي فيها غير نسائيه يعني كبار وصغار با صغار دي زادوليسانت هكاك لان ماشي زعما بوغ البنيات الصغار مي بالحجاب راه تقدروا تلقاو مثلا الحجابات مثلا راه للصغار والكبار. هاد العبايات هادو بغيت نوريهم لكم من دبي جايبهم راه عندها تقريبا 4 ديال الالوان غري بلو مارون وما درت لكمش لي بري لان دي فوا كتكون ناقصه فيهم بحال مثلا هاد الجي هادي كلها داير لهم 50% يعني تقدروا تلقاو عبايات تقدروا تلقاو جلالب الى اخره وخلاص. بالنسبه عاود الانواع والاشكال ديال الحجابات راه عندها ديال القطن ديال الحرير دوك ديال ليكرا ديال الكريب وخلاص الديكورات ديال رمضان راني هضرت لكم عليهم دونك غادي نخليكم هانتوما معايا تنكمل الجوله في هاد لابوتيك وان شاء الله ان شاء الله زعما نتمنى انكم سورتو الناس اللي ساكنين في لافال ولا النواحي بحال مثلا سان جيروم سان توستاش سان تيريز بوا بريو راه قريب لكم وسورتو عاود باش مزيان جاي تحت مركز الايمان كاين دي فوا الواحد مثلا اللي جاي يصلي يصلي مثلا نهار الجمعه ولا دابا مثلا او دابا مثلا سامدي ديمونش في هذا الشهر المبارك تقدروا كذلك تدوزوا عندها مثلا تاخذوا داكشي اللي غادي تحتاجوا.
كان الجولة ديالي بمحل السندس فرع لافال بمدينة لافال ولا صالون دو بوتي ميما وصل لفان. ودائما نشجع أي مرأة بغات دير المشروع ديالها شوي شوي افيكيل، يعني الا بغات شي وحده انني نبارطاجيه معايا كو سوا في لو كونت انستغرام ولا في لاشين، مرحبا على الراس والعين. انا كتعجبني المراه المكافحه اللي كتبدا من الصفر، وهي راه ماشي سهله ان الواحد يبدا مشروع ديالو. سي فغي خاص شويه ديال ديك بوش او غاي وشوي ديال الاشهار وشوي ديال المخسور، يقدر كاع يكون بزاف ديال المخسور، لان ماشي دائما المشروع المره الاولى كينجح، ولكن يفوجيس جوست المثابرة، يعني يلفو لا بيرسيفيرونس باش الواحد يكمل المشروع ديالو. سورتو في هاد البلاد هادي راكم عارفين هنا بمقاطعة كيبيك ولا كندا كاملة لي تاكس فغيمون كيقتلونا. أنا من التجربة ديالي خدامة، أنا شوي سالاري خدامة يعني عند أن أمبلوايور، راه فاش كيجي لابي ديالنا كتشوف داكشي اللي كيحيدونا، راه كتقول وايلي واش أنا كنخدم غير على لي زامبو على هادي وعلى هادي. يعني الواحد يفكر اون باراليل بالخدمه ديالو يدير شي مشروع، ولكن المشروع اللي غادي يبغيه، ماشي زعما غادي يقول لك اه هذه فيها الفلوس غادي نديرها، ولا وي كاينه حتى الفكره ديال شي حاجه فيها الفلوس غادي نديرها، ولكن الا كنتي كتبغي شي حاجه يعني كتعطي فيها اكثر. اذا سيتي سا لا فيديو ديالي ديال اليوم. ان شاء الله نتمنى لهاد لي دو فام كو سوا مدام مريم ولا مدام زهيرة، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المسيره ديالهم، والله يسهل عليهم ويسهل على اي وحده كتفكر تبدا شي مشروع ولا ديجا عندها المشروع ديالها، الله يسهل عليها كو سوا هنا في كندا ولا في المغرب ولا في فرنسا ولا في الجزائر. ولا مزيان الواحد يكون عنده مثلا هكا يكون عنده حلم انه يدير شي مشروع ديالها ديالو. دونك غادي نختم لا فيديو ديالي كما دائما، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.